هذه هي الحلوة اللي عمرها تحشمني معكم، ناجحة من أول تجربة مع السر المخبي باش تجي مشققة وتبقى معلكة أطول مدة ممكنة والمذاق ينسيك في جميع الطرق اللي جربتي من قبل. غريبة الكوكو سميدة مع شوقة الملايين بطريقة مبتكرة جد رائعة، كتجي مشققة ومعلكة، اسم على مسمى مليون بالمئة. لهذا سيدتي معلك إلا تبعي معي على فيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشف المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وما تنساوناش كالعادة ملي لايك للتشجيع فقط وبالبارتاج باش تعم الفائدة على الجميع. ومرحبا بالمشتركين الجدد لأول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم المحتوى، ما عليهم إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة السورية. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير. اول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا كنحتاج هنايا 3 ديال الحبات من البيض اللي يكون الحجم ديالهم متوسط وبدرجه حراره المطبخ، يعني ما يكونوش ديجا في الثلاجه. والحاجه المثاليه في هاد حلوه الكوكو السميده وهي كنخدموها في الخلاط الكهربائي. المرحله الاولى كنخدموها في الخلاط الكهربائي باش كتجينا معلكه، وهذا هو السر ديال النجاح، السر الاولاني ديال النجاح، والتعليكه ديالها الخطيره كتجي من اروع ما يكون. كيف ما شاهدتوا معايا وضعت هنايا 3 ديال الحبات من البيض، 100 غرام ديال السكر الخشن اي سنيده، ما يعادل كاس من عبار كاس ديال العنبه يكون مملوء جيدا من السكر سنيدة، أي 100 غرام اللي كنخلطهم جيدا في الخلاط. كنعطيهم الخاطر وكنعطيهم الوقت ديالهم تقريبا واحد 3 أو 4 ديال الدقائق، وهما كيتضربوا ليا جيدا في الخلاط الكهربائي. كيف ما يمكن لكم تخدموها بالفوي اليدوي. كيف ما كتشاهدوا معايا كنخلط جيدا الكل، كيضربوا ليا في الخلاط الكهربائي لمدة 3 ديال الدقائق، ثم كنضيف ليهم نص كاس ديال الزيت النباتية من عبار كأس ديال العنبة. كيف ما كتشاهدوا معايا كنخلط الكل جيدا حتى كيضاعف ليا الحجم ديال البيض، وكيندمج ليا السكر مع الزيت مع البيض جيدا، وكيعطيني واحد القوام كريمي. ثم كنضيف معلقه كبيره مملوءه جيدا من الكونفيتير. انا درت هنايا كونفيتير منزلي كنت حضرته معكم من قبل ديال الليمون، ممكن ديروا ديال المشمش او ديال الخوخ، اي نوع الكونفيتير متوفر عندكم. يعني معلقه مملوءه جيدا، يكون من داك الجاري او العاقد، يعني غير الكونفيتير عادي. وكنخلط الكل جيدا، كنفرغهم في واحد الفول باش كنحصل على واحد القوام رائع جدا. وهذا هو واحد السر من الاسرار ديال المعلكه ديال كوكو سميدة باش كتجينا خطيرة. يعني بهذه العبارة كتجينا معلكة، ويعني كتجي من أروع ما يكون. عندي هنا 250 غرام ديال الكوكو. من الأحسن من تبغيو تشريو الكوك شريو يكون مزيد شوية، يعني من دوزو ما بين سبعانكم يطلق لكم داك الزيت ديالو. يعني هذا هو الكوك اللي كيجي ناجح في هذه الوصفه. كندير هنايا 250 غرام ديال الكوك وكنخلطها كلها جيدا، يعني غير كنخلط ما كنعجنش. كيف ما كتشاهدوا معايا ملي كنديروا الكوك يعني راه بحال اللي كيشرب لينا شويه داك القوام. 250 غرام اي ربعه ديال الكوك، واللي بغى يضاعف المقادير بطبيعه الحال غيضاعف الكل. عندي هنايا خماره واحده من فئه 8 غرام، يعني كندير غير خماره واحده، وعندي 250 غرام ديال السميده الرقيقه اللي كنصيبوا بها بطبيعه الحال الحرشه او البغرير، السميد الرقيق. كنبقى نضيف السميده بالتدريج عكس الكوك. الكوك كنضيفوه كله هو مره واحده، والسميده كنبقاو نضيفوها بالتدريج شويه شويه. نقدروا نحتاجوا غير 200 غرام او 250 غرام، يعني نوجدوا 250 غرام ونوضعوها جانبا. انا غندير 250 غرام كلها، قل تقريبا جوج معالق كبار اللي ما درتش، يعني كنبقاو نضيفوا السميده على حسب النوعيه ديال السميده. لهذا كنقول لكم ضيفوها بالتدريج وحنا كنخلطوا، لان كيكون واحد النوعيه ديال السميده اللي كتشرب وحنا ما حاجتناش تجينا، يعني هذا العجين يجينا مشرب بزاف او يابس. بغيت هذا العجين ديالي يكون كيتلصق شيئا ما باليدين، يعني يكون خفيف، ما يكونش خفيف بزاف. ولكن تبعوا معايا المراحل باش تنجح معكم الوصفه. كيف ما شاهدتوا معايا هذا هو القوام اللي انا محتاجه، يعني تكون شبه كتلصق ما بين يدين. هذا هو اللي تبقى ليا من 250 غرام ديال السميده. نتوما ممكن تضيفوها كلها، ممكن تضيفوا غير قل من 250 غرام، ممكن تحتاجوا غير 200 غرام على حسب كيف ما قلت لكم السميد واش كيشرب
اولا، عكس المعلكه ديال الكوكو سميده اللي كنخدموها كتكون مجموعه ما كنجيو نلولبوها ما بين يدينا كتكون كتفرتت. العكس ديالها هذه تماما، كنقسمها لثلاثه الاقسام وهذه كتبقى لكم اختياريه وذوقيه. القسم الاول كندير واحد معلقه صغيره من نكهه البرتقال، كتجي رائعه يعني ملي كنقسموها لثلاثه كنستغلوا هذا العجين اروع استغلال. ممكن نديروا ليها العقده ديال الليمون، وحده غندير ليها العقده ديال الحامض، قسمتها على ثلاثه وعطاتني تبارك الله ما شاء الله واحد الكميه لا باس بها. وانتم لكم الاختيار، ممكن ديروا ليها بودره ديال الكاكاو تجي بنكهه الشوكولاته. والقسم الثالث غادي ندير له عقده يعني نكهه الفراوله، درت هنايا البرتقال والحامض والفراولة، كتجي من أروع ما يكون، يعني تنوعوا وكنستغلوا هذه الكمية ديال هذا الخليط اللي عندنا وكنشكلوا منها تشكيلات بأذواق مختلفة ونكهات كذلك مختلفة. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي من أروع ما يكون، وضروري ضروري والحاجة اللي ننصحكم بها ونأكد لكم عليها، العجين ديالنا أو الخليط ديالنا ما يكونش ناشف، ما يكونش يابس. الكوك كنديروه كله هو مع ثلاثه البيضات وكاس ديال السكر ونص كاس ديال الزيت اللي كنخدموهم جيدا في الطراب، يعني كنخدموهم جيدا في المولينكس او بالطراب او بالفويه يداوي كنخدموهم جيدا. هذا هو السر ديال التعليكه، كيجينا واحد التعليكه خطيره في هذه المعلكه ديال الكوكو السميده. بعد ما قسمتها لثلاثه الاقسام ودرت ليها ثلاثه ديال النكهات، ممكن تقسموها غير على جوج او ثلاثه او اربعه على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار ديالكم. عندي هنايا السكر كلاصي، سكر ثقيل، وضروري تكون من نوعيه جيده، يعني من الملمس ديالو تيكون تقريبا بحال النشا ديال الذره، هذاك هو السكر كلاصي سبيسيال. عندي هنا شويه ديال ماء الزهر، وممكن ديروا حتى ماء الورد، ماء الزهر او ماء الورد اللي متوفر عندكم، تنفزك به يديا جيدا باش تلبس ليا جيدا بالسكر الثقيل. وكنحاول ندير واحد الكويوره على حسب العبار اللي بغيت انا، ممكن نصغرها ممكن نكبرها، ولكن هذا الحجم اللي درت لكم انا راه مازال غادي يضاعف حتى زوج او ثلاثه ديال الاضعاف ملي كطيب في الفران. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نديرهم متساويين، تقريبا فيهم 25 حتى 30 غرام هاد الكويرات، يعني انا ديجا كنت عابره كره واحده عطاتني 30 غرام، ما بين 25 حتى 30 غرام، وانتم عينكم ميزانكم، يعني شوفوا العبار اللي بغيتوا. ممكن تصغروهم على هاد الحجم هذا، ولكن ما ننصحكمش تكبروهم على هاد الحجم هذا لانهم باقي كيضاعف الحجم ديالهم في الفرن. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نلبس ليهم جيدا داك السكر كلاصي جيدا، وغادي نكمل هذه المرحله كلها هي حتى كنكمل الخليط كله هو اللي عندي، ونوضعهم في اللاطه اللي كنفرش ليها بابي كويسون. الا كان متوفر عندنا بابي كويسون غادي نفرشوه، ما كانش كندهنوا اللاطه اللي غندخلوا الفرن بقليل من الزيت، يعني هذه مرحله ضروريه. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نكمل هذه الكميه كلها اللي عندي بهذه الطريقة تماما، يعني كندير واحد ربعة ديال الكويرات أو خمسة، وكنديرهم في واحد زليفة أو في واحد البول اللي يكون غارق، كندير فيه سكر كلاصي سبيسيال اللي غربلتو من قبل، وكنحاول ندوزهم غير هكا حتى كيتلبسوا ليا مزيان تيوليو ملبسين جيدا بالسكر كلاصي. كنستفهم في اللاطا كيف ما كتشاهدوا معايا، وكنبعد ما بيناتهم باش راه باقين غيختمروا لي، يعني باقين غيضاعف الحجم ديالهم. كناخذ الأصبع ديالي وكنضغط غير شوية، يعني ما كنضغطش بزاف غير واحد شوية كيف ما كتشاهدوا معايا تماما في الصوره. واللي بغى يضغط عليها يعني باش تجي مفقعه اكثر، واللي بغى يخليها يعني غير يحربلها ويحطها كما هي. عندي الفران هنايا سخنته من قبل على درجه 180، يعني كيكون ساخن جيدا. مجرد ما كنوضع اللاطه ديالي في الفرن كنقص المتوسط، يعني كنقص المتوسط وكنوضع اللاطه ديالي في الاسفل، يعني كغطيب ليا اول حاجه من الفوق من الوجه ديالها. كيف ما كتشاهدوا معايا في الفرن كدوز تقريبا 10 ديال الدقائق بلا ما نحل عليها الفرن نهائيا، حيت الا حليت عليها الفرن كتحبس المرحله ديال التشقاق ديالها، يعني نحسب 10 ديال الدقائق عاد نحل عليها. بعد ما دازت ليا 10 ديال الدقائق كنحيدها من الاسفل وكنرجعها للاعلى باش تطيب ليا من الاسفل ديالها كيف ما كتشاهدوا معايا. وهذه هي النار، غنوريكم حتى النار اللي كنت دايره في الفرن ديالي، يعني متوسطه
جدا، كنخليها 10 دقائق على الوجه ديالها، ثم كنخليها غير 5 دقائق منين كنطلع الفوق، يعني في المجموع 15 دقيقه كتكون الغريبه ديال الكوكو السميده ديالي حاضره ناضره واجده ومفقعه وكتجي من اروع ما يكون. نتمنى نكون فدتكم وعطيتكم جميع الاسرار وتطبقوا هذه الوصفه بالطريقه اللي درتها انا تماما. اكيد غتنجح معك سيدتي من اول تجربه، من اول مره، وغادي تردي عليا في التعليق وغتشكريني وغترحميني عليها. كتجي معلكه خطيره رائعه جدا. نخليوها حتى كتبرد، ملي كنخرجوها من الفرن نخليوها حتى كتبرد عاد كنحيدوها من لاطا، لانها كتكون هشيشه ومعلكه. انا خليتها حتى بردت على خاطرها. كيف ما كتشاهدوا معايا غادي نقطع واحد الحبه حداكم، كتجي يعني اش غنقول لكم، الا بقيت كنهضر بزاف كنتسمى غادي نبالغ، كتجي معلكه. اسم على مسمى، والصوره راها توضح لكم اكثر كيف ما كتشاهدوا. والمذاق يا سلام، ولو ما نديرلهاش نكهه الحامض او الفراوله او الليمون، خليها بنكتها العاديه، كنضيف غير شي شاصيه ديال الفاني او داك المعلقه ديال الكونفيتير، كتجي لذيذه بنينه، كتحسي بالمذاق ديال زمان ديال الكوكو، حلوه الكوكو السميده، كتجي من اروع ما يكون. نتمنى تطبقوا النصائح، ونتمنى نكون فدتكم وعطيتكم سر من الاسرار اللي كتجي ناجحه مليون بالمئه، وهي تخدم المقادير الاولى يتخدموا في الخلاط والسميده نضيفوها بالتدريج. نتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم، وتطبقوا الوصفه وتنجح اكيد معكم. شكرا لكم المتابعه، وما تنساوناش كالعاده من لايك للتشجيع فقط، وبالبارطاج باش تعم الفائده على الجميع.